وحد الدايم الحاضر يعلم الغايب الشيف يوسف ومعلي التفال اتحدوا سويا لتحضير وطهي على الأطباق التي انتم طلبتوها. اصحى يا نايم. صحيتني. يلا تفضل. صحينا. تفضل شيف يوسف. يلا أنا مسحراتي. أحلى مسحراتي. جينا في حلقة جديدة من الرجل مقلاي التفال. اليوم راح نعمل الشاورما. شاورما بسيطة. شاورما في مقلاي. شفت كيف؟ انت عم تعجبني شيف. ليه؟ لانه انا اللي بعرفه انه الشاورما بحطوها بسيخ. ايه بالسيخ اللي متعودين عليه. ايه كيف عم تعملها بالمقلاي؟ مقلاي عظيمة. انه بتزبط الشاورما بالمقلاي؟ ايه بتزبط. يعني ما حتاخذ نكهه الفحم ولا نكهه الحراره، بس حننكهها بنفس البهارات اللي بستخدمها في الشاورما، يعني بتطلع بنفس الشيء. وكمان العيش حستخدم العيش المرقوق، مغيرها شويه. انا بحب عيش المرقوق صراحه. صرنا اثنين. انت كمان؟ حلو. بتذكرني بستي. عندنا هنا البصل. طبعا عندي صدر دجاج منزوع من بدون الجلد، شلنا الجلد منه وقطعناه شرايح. والشاورما فينا نعملها بالدجاج وفينا نعملها بلحمة. بلحمة. انت تحب لحمة ولا دجاج؟ لحمة. معلش بعدين نسوي لك واحدة لحمة. الشاورما أكلة شعبية كثير. كثير. وين بدأت؟ وين ما بتبرم بالدول العربية بالشوارع بتلاقي حاطين شاورما. سيخ وشاورما. بتعرف شيء حتى بأوروبا دحين وين ما بتروح في الأتراك ولا في العرب اللي راحوا على أوروبا بيعملوا شاورما. والناس بيموتوا في الشاورما صاروا برا. انا عايش برلندا الناس بيروحوا ياكلوا شاورما، انا اروح اكل في مطعم اوروبي ايطالي هم بيروحوا ياكلوا شاورما. هي الشاورما طيبه. طيبه وسريعه وبسيطه، عارف الواحد للغدا سريع بياكلوا شاورما. ورخيصه. ورخيصه. نخليها بس تتحمر شوية. هنعمل صلصة الطحينة. خلطة الطحينة. طحينة وشو شير؟ هحط الطحينة. تحب الطحينة؟ حب صلصة الشاورما كثير. أنا بموت في الطحينة. هحط معاها شوية لبن زبادي. عصير ليمون، مش أورنجوس، عصير حامض طبيعي. انتوا بتسموا الليمون البرتقال صح؟ الليمون عندكم هو الأورنج. تعرف شيف يوسف انا بنبسط منك كثير. تعرف ليش؟ ليش؟ لانك نظيفة ومرتب. اهم شيء في المطبخ الترتيب والنظافة. يعني انا امبارح تعلمت منك طبخة رحت اعملها بالبيت، كركبت المطبخ. اهم شيء انه الواحد يكون نظيف في المطبخ، لانه انا اذا المطبخ مكركب ومو نظيف ما حاشتغل، ما اعرف اشتغل. بتسد لي نفسي. هزود عليها شويه كمان طحينه. وشويه ملح. أضيف ملح وفلفل أسود على الدجاج. أضيف السمر. سمق. مهم السمق بالطبخ شيف. مهم. وكمان دحين برضو في أوروبا صار بيستخدموه بطبخهم كثير، يعني حتى في أشياء مننا بياخدوها على أوروبا. بيقولوا إنه السمق
بيهضم. بيهضم يعني ده التفاح. يعني انا بقدر اكل هلا 105 صحون مع سمه كاني اكلت فحم. حضيف عليها شويه خضار عشان الصحه يعني. حضيف عليها خيار. وبيعطيها لون. ويعطيها لون. راح ما حضيفها في الطبخه، حضيفها على الخبز عشان تكون لسه مقرمشه. لو ضفناها على الطبخه حتصير لينه وما لها بلا طعم يعني بدون طعم. ايش حسوي؟ حقطعها. هذا الشكل. ما يبالها كمان دقيقة تقريبا. والطماطم. وكمان دحين بس. كم ساندويتش تبغى الف لك؟ كم ساندويتش باكل؟ كم ساندويتش الف لك اليوم؟ واحد ولا اثنين؟ اثنين. ليش واحد؟ ما انا ميت من الجوع يا شيخ. طماطم. طماطم ولا كده؟ كفايه كده؟ كفايه اكيد. احط الدجاج بس على صحن على جنب. هذه لو شفتها تقول طبخنا فيها شيء؟ لا مستحيل صح؟ كانها مجليه. هخليها على نار واطيه. احط الدجاج. حفرم شوية بقدونس. تبع أصابيعك؟ ما تخاف. خلي على جنب. ناخذ خلطة الطحينة. بس هوخر هذا شوية. موديلها بشهر. موديل بشهر. كيف الطعمة؟ حنشوف. هحط لك عليها الدجاج. يسلموا هالدجاج. حلو. حط عليها شوية بقدونس. خضرة. هحطها في نفس المقلاة اللي طبخنا فيها الدجاج. وهذه هحط فيها بدل الخيار، وهذه هحط لك فيها المخللات. بس برضه هنحط طحينة أول. وهنا بنحمرها، أنا أحبها تكون محمرة من برا الشاورما. وأنا كمان. وفي نفس المقلاة اللي طبخنا فيها الدجاج، ولا كأنه طبخنا فيها الدجاج. نفس الشيء نحط دجاج. إيش أحط لك منه؟ جزر. جزر. خيار مقبوس. اوكي، هذه بس نقلبها عشان لا تنحرق. كمان لما حمرناها حتتقفل على بعض عشان ما تتفتح. هجيب الصحن. انا احبها كده تكون مقمرة من برا. صرنا اثنين. عملنا واحد. نعم صرنا اثنين. انا كمان بحبها هيك. اقول لك مدام لزقه كيف بتحبها.
والله ما بعرف، يمكن تحبها. احنا بنعملها، هي بتحبها، بتنزل وبتاخذها. استحلي شي اكلي ما تحبها. هن اكلتك يعني ما بيتفوتوا. ايش رايك؟ تحدي اليوم عملنا فيها الدجاج وحمرناه ولا كان عملنا شيء. تحدي جديد الشاورما. حديك هي. طب دقيقه خليني اقول لهم مع السلامه بس. شوي بس جعت. طيب شوفونا في حلقه ثانيه من تحدي الرجل الرجل ومقلات تيفال. تفضل. يسلموا. العافيه. يا أهالي المدينة الكرام، ودي كانت وصفتنا اليوم يلي حضر لنا إياها الشيف يوسف ومقلية التفال. واللي عايز وصفتنا اليوم يتابعنا على الفيسبوك والتويتر. يا أهالي المدينة الكرام.